او دكتور عصام خليل. دكتور عصام بنرحب بحضرتك في برنامج التاسعة، كل سنة وحضرتك طيب طبعا بمناسبة عيد تحرير سيناء. اهلا بيك يا استاذ جمانة، واهلا بالسادة المشاهدين، وكل سنة وحضرتك والمصريين كلهم طيبين بمناسبة الذكرى 41 لتحرير سيناء. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني زي ما تابعنا الجهود المصرية لإجلاء المواطنين المصريين طبعا من السودان، يعني حتى الآن الأرقام تشير إلى عودة 1539 مواطن مصري إلى أرض الوطن سالمين، يا رب عقبال الجميع ونتمنى السلامة للجميع. كيف ترى التحركات المصرية يا فندم في هذا الوقت الدقيق؟ هي التحركات المصرية مش من فراغ أستاذة جمال، هي التحركات المصرية بتدينا دلالة على أن الدولة المصرية دولة متماسكة قوية بتشتغل بتنظم وتناغم شديد جدا. الحقيقة حضرتك اللي بيحصل النهاردة في ظل السيولة الأمنية والصراع اللي موجود في السودان ونقل هذا العدد الكبير، أنا ما أظنش في أي دولة قامت بإجلاء رعاياها عددها لا يتعدى المئات يعني، لكن احنا بنتكلم في الآلاف، ونقل الجاليات المصرية الموجودة ما كانش في وقت مقتصر على الجاليات المصرية. حضرتك هتلاقي الأعداد والسرعة كمان يا فندم، آسيوية وعربية وأوروبية ومن أمريكا اللاتينية أيضا. لكن عايز أضيف لحضرتك حاجة، إنه العملية في منتهى الدقة استخدمت فيها كل وسائل النقل. حضرتك هتلاقي في النقل الجوي، النقل البري، النقل البحري. التأمين ده عملية مش سهلة زي ما قلت لحضرتك، السيولة الأمنية اللي موجودة علشان نقدر إن احنا ننقل من المناطق الأكثر التهابا إلى المناطق الأكثر أمنا علشان يتنقلوا بعد كده بالوسائل والطرق المختلفة اللي فيها تناغم، بداية من القدس سفارة، إذا عندنا وزارة الخارجية ممثلة، قواتنا المسلحة بطياراتها ممثلة، مخابراتنا العامة موجودة على الأرض للتسهيل والتأمين موجودة، القيادة السياسية أيضا اللي على مدار الساعة بتتابع غرفة العمليات، في أيضا استغلال قوة مصر الدبلوماسية والسياسية حضرتك للتنسيق مع الجهات المختلفة. يعني احنا لا ننسى ولا نغفل إطلاقا البدايات خالص، يعني مصر كانت بالإضافة للقوة الكمية الكبيرة والعدد الكبير، احنا مصر أول دولة نقلت أبنائها المصريين من الجنود اللي كانوا موجودين هناك في مهمة تدريبية بحتة.